حبايبي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه الرقاق بالفراخ للناس اللي بيتعبوا من النقرس. تمام، كل هنحتاجه 8 رقاقات. تمام، وهنحتاج الصينيه، هنا عندي صينيه مقاس 28، وهنحتاج نحط فيها سمنه. تمام، عشان خاطر الرقاق طبعا. وهنحتاج، انا عندي هنا بوله حاطه فيها الميه اللي خارجه من الخلطه اللي انا هعملها عشان احشي بيها الرقاق. تمام، الخلطه دي عباره عن فراخ مفرومه، وان شاء الله هنزلها لكم في فيديو تاني وهوريكم يعني زي طريقتها يعني وكده. تمام، كده انا الصينيه عندي اهي جهزتها. تمام، وحطيت السمنه فيها عشان خاطر وسيحتها عشان خاطر تبقى في الصينيه كلها. دلوقتي انا بحط الشوربه على الرقاق، دي المفروض ان انا بكون عامله شوربه عشان خاطر الرقاق ويبقى طري معايا. دلوقتي انا هو حطيت الصينيه في الفرن، وده شكلها بعد ما خرجتها. دلوقتي بقى وهي سخنه كده هروح احط عليها الشوربه. سامعين صوت انا حطيت الشوربه اهي، سامعين صوتها كده؟ سامعين صوت الشوربه هي كده وهي سخنة، نزلت على الشوربة وهي سخنة، هي حتى طلعت بخار اهي. تمام، طبعا الاكلة دي كويسة جدا جدا للناس اللي عندهم نقرس زي ما انا قلت لكم. دي بعد ما خرجتها انا غطيتها عشان خاطر تبقى طرية، سبتها شوية وبعد كده قطعتها. ده شكلها بعد ما خرجتها يا جماعة، طرية جدا وما شاء الله جميلة جدا، واتمنى ان هي تكون عجبتكم. زي ما انتم شايفين كده الخلطة من النص اهي، شايفين طرية ازاي، ما شاء الله جميلة جدا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم.